صباح الخير، جود مورنينج. نسوي تشيك اوت، يبون بالنمبر الحين. هذا الفندق اللي سكناه على داليو روب بارك، عبارة عن شقق مستوى زين صراحة، يعني لا بأس، مستوى وايد زين. سوينا تشيك اوت ورايحين مدينة تبعد 80 كيلو عن هالمكان. مدينة حلوة فيها طبيعة، بصور لكم اياها ان شاء الله اول ما اوصل. الفندق اعطيه تقريبا 8 من 10، فندق زين، عبارة عن فيلا، اعطونا غرفتين وصالة، فنان بالنسبة للمنطقة، يعتبر وايد زين الفندق. عيب الوحيد النت ضعيف بس، اما كل شيء تمام الحمد لله فيه. غادرنا روست، متجهين ان شاء الله الى مدينة ثانية تبعد 80 كيلو تقريبا. انعطف يسارا بدن بدن، بنعطيكم بعض الصور ان شاء الله فيها. العيال يغنون ناقة ولا سيارة، تمشى في بادن بادن. نحن طالع ماركم، عندنا مشروع الحين. شو المشروع؟ بنشوف الحين شوي في بادن بادن ان شاء الله. الحين بتشوفون احنا وين رايحين في بادن بادن. رايحين على القمة في بادل بادل، مكان جميل ورخيص صراحة. رايحين طبعا أمركم، بتشوفون وين مكان جميل إن شاء الله، بتشوفونه وين. أرخص عن جنيف بوايد الشخص 3 يورو بس، صدقون 3 يورو، المانيا رخيصة صراحة. نحن طال عماركم في عالي القمة بادن بادن، مكان جميل، باخذ لكم بعض الصور، أباكم تشوفون الصور إن شاء الله. الريال يستعد لقفزة، يصير يرتب لبسه، شوفوا بيقفز في هذه الأجواء الجميلة ما شاء الله عليه. بنشوف الحين كيف بيقفز. الشباب في ترقب، يبون يشوفون القفزة هاي، كل العالم تبغى تشوف القفزة. يستعد القفزة الريال الحين، بيطير بالمظلة ان شاء الله. بناخذ لكم تصوير وهو قافز، ان شاء الله نتوفق بالتصوير. مرحلة تجهيز الحبال، يجهز الحبال. هذه حرمة تستعد للطيران. ها حريم اللي كان هبه. وين ايلس؟ واجب تطارد، واجب على
هذا بس يفحص شكله، ما بيطير منه، مش رابط شيء. إيه على مخماص طبعا روحت ان شاء الله عليها. يرتبون مظلة يرتبونها بس يكون خيوطة ما ادري شو. هذاك ما شاء الله بعده في الجو. وين ما ادري يبين عندكم ولا ما يبين؟ يرتفع ما ينزل هذا. شيء قلعة بصير اشوف هالقلعة. كان وايد بعيد فوق بس يلا الله كريم. على قمة في ليبل ركبت القلعة هذه. على قمة في ليبل الحين نصور لكم المدينة من هالقلعة. هاي المدينة كاملة. عاطين دور بيت تشوف. ناس مستمتعة. اليوم الأحد ويكند. في شوبينج في المنطقة بس أظن مسكر يومنا. المكان فيه مطعم. هذا مطعم. شو العالم كلها ضارب سبكتي وضارب ما أدري شو. صوت الأول وبارد ما شاء الله. أمس كنا في روست واليوم بادن 80 كيلو بينا تقريبا. الناس شاهق بالدري طبعا أولهم تركب القلعة تم تدور شي دري مدور. بقى في الرحلة يومين بس، يومين في مدينة واحدة بخليهن شوبينج. تعيبني المدينة هاي حق الشوبينج. تقريبا من بادن 170 كيلو تقريبا. بنكون ان شاء الله شطبنا الرحلة 17 يوم ان شاء الله. في نهاية الرحلة بحط لكم الجدول، بحط لكم بعض الاماكن الحلوة اللي رحت لها واللي انا ما رحت لها بعد. ناس وايد سألوني عن جدول اوروبا. يا جماعة كل جدول حلو، اذا انت مرتاح فيه حلو روح جرب ما عندك مشكلة. اوروبا كلها حلوة اصلا. اطلع يمين اطلع يسار اطلع 500 كيلو 1000 كيلو وين تبى تروح، روح استانس مره استانس. كنت في قمه هاي القلعه تميت ادور لين صرت فوق هناك اصور. كنت هالليبه اللي فيه اسمه يبل ميركو، يبعد عن الفندق بالسيارة كيلو ونص بس. لا تمشي لأنه بيكون مكان مرتفع عقب يشلك القطار يبك فوق ليبل. اعتمدوا اسم بادن في 1931. بادن يعتبر أنه حمام، عندهم حمامات حارة في هذه المنطقة. فيها مطار كان عسكري وسوى مطار مدني الحين. عدد سكانه 55,000 على مساحة 140 كيلو متر مربع. فهذه هي بادن. بحاول أرويكم بعض الصور لبادن. فيها شارع تسوق بس اليوم لحد ما ظني شيء منه يفتح. فيها مطعم تركي حلو، فيها بعض الشغلات بحاول أصور لكم بعض الشغلات الحلوة. الجو في أوروبا في الشمس تحس بحارة بس يوم يجيك الغيم تبرد، يعني تحس إنك شوي تبرد يعني.
هذا فندقنا طال عمرك في بادن بادن. الحين ما بقول لكم شو اسم الفندق، يوم بخلص بخبركم اسم الفندق. ليتك تحس الوداع شلون تأثيره، يا ماخذ الحب كل فيني وسمعني حبنا على كبر صعب بحت حبنا على كبر صعب أبدل بغيره، أبحتفظ فيك وأدري ما أنت نافعني يمكن مع الوقت. فصل حبيب، طال ايش تسوي بمرضى كيف طال. مزنا شوف عيونك، مزنا شوف عيونك، عيونك وين؟ إذا واحد يطالعك عينه مزغللة شو يعني؟ معناته شوق وحب، صح مزنا؟ صح. شوي بناخذ لفة في المدينة، لفة بسيطة في بادن بادن، تمشى مع الحجية. كانت تجربة طيبة في المطعم صراحة، تجربة جدا طيبة، خاصة الشاورما عنده مو طبيعي صراحة، الشاورما اللحم. سلمي، روح سلمي عليه. شوكولاته يرش لك على ايس كريم، شوكولاته يعصر لك شي شوكولاته فوقه ويقول لك عيش الدور، عيش مع نفسك. اكل قدام محل، كل حد يوقف المحل يشوفني شو اكل دش داخل، ضبطت الموضوع يعني. هذا المبنى من 1841، ما اعرف شو فيه. ما اعرف شو فيه المبنى. شوف الناس واقفة داخل. صار مالي مزاج ادش المبنى يعني. طلعنا من شارع التسوق نمشي على النهر، عندهم نهر يمكن تمشي ساعة ما تخلصت، طوله تقريبا ما اعرف كم طوله، بس ساعة يبارك مشي من اوله لاخره. احنا الحين نمشي قدام النهر تقريبا.
روحي. مشي مشي مزنة مشي يلا، ما بتيح بتيح، يلا مشي مشي. ما شاء الله شوارع تسوق في كل مكان، ما شاء الله كل الشوارع تسوق، بس اليوم لحد نصها فاتحة نصها لا. أحلى شركة حق الموبايل. اللي سألوني عن الاتصالات أفضل شيء الفيدافون، قول له عطنا النت بخمسين يورو، اشتغلت معاي في خمس دول، في هولندا ما اشتغلت، ما أعرف ليش، يمكن كان غلط مني أنا، مش من يعني كنت لازم أفتح تجوال البيانات، أفتح في التليفون تجوال البيانات. شو تبين؟ بين ماي؟ اوكي. اوكي. اسعد الله مساءكم، مساء الخير جميعا من بادن بادن، المحطة اللي قبل الأخيرة، باقي لي محطة واحدة إن شاء الله. بتخلص الرحلة، المحطة الأخيرة بتكون فيها يومين شوبينج، أنا رايح المحطة الأخيرة عشان الشوبينج، لأني السنة اللي طافت كنت في نفس المحطة وعيبتني للشوبينج صراحة. أبغي أحط لكم جدول الرحلة، أخاف أرجع الإمارات وانشغل، تعرفون 17 يوم برا الدولة تكون عندك وايد مشاغل متأخرة تخلصها، فبحط لكم جدول رحلة، عقب بحط لكم الفنادق، وعقب بحط لكم بعض الأشياء أو النصائح. بنزلكم جدول رحلة، جدول مبدئي، وعقبه بنزلكم اماكن اوصي فيها شيء رحت له وشيء ما رحت له، وبعدها بنزلكم الفنادق اللي انا رحت لها. استعدوا لتصوير الشاشه احسن. الحين بنزلكم الفنادق لين هالفندق، من اول فندق سكنت لين هالفندق، الفندق الاخير باكر ما بنزلكم اياه، ما تبونه بس يكفيكم هاي.
طالعين طال عماركم الحين المغرب، شفت مطعم يبيع ربيان مع بطاطس، صراحة عيبني، ان شاء الله ما سكر، رايح له الحين، اذا اوكي باخذ التيك اوي حق البيت، بارسل سفري اي شيء. مالنا طال عماركم في الفش ولا في الشرمب نصيب، قلنا نتمشى نشوف غروب مدينة بادن بادن، شارع تسوق جميل، بس مشكلة الأحد عندهم، الأحد في أوروبا أكبر مشكلة. هذا المحل اللي عليه زحمة الحين فاضي، ما في حد، بس نعلمش الحين في الليل بنحلي. حقنا عطرة لا تعتذرني ولا ترجي تواصلني ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها مدايح اللي سواتك ما توصلني لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.